Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakal hamdu syukra walakal madu fadla. Wa anta rabbuna haqqo wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazali dzalika ahla. Ya musir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir. Wa ya ma'mana kulli mahif wa ya muqawwi kulli dha'if. Rabbi salli wa sallim ala sayyidil kawnain sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayuhal mustaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yirfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Al-Muhtarmun Siyadatu Rais Jalsah wa Siyadatu Mudiru Hadhi Dawra wa Siyadatu Asatidu Al-Asatidu wa Jamil Ashabi Al-Ahib Ayuh Al-Ahib. Bismillah. Hayyadina Nashkuru Billahi Ta'ala Alladhi Kad A'tana Allahu Ta'ala الذي قد أعطانا أن جميع نعمه حتى نستطيع أن يجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. نسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أقدم أمامكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمة التعلم. كل هذا ليس إلا لأمر أستاذنا المحبوب الأستاذ نجيب. عسى الله تعالى أن يوفق ما سأقول. آمين. أيها الإخوان الأعزاء، طلاب العلم فريضة علينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمة، ويجب طلاب العلم كافةٌ لرجلٍ أو امرأةٍ للصغير والكبير، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. أيها الإخوان الأعزاء، كن عالماً ولا تكن جاهلاً، لأن الله تعالى فضل عباده العالم على الجاهل، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الآية. لماذا؟ أستمر. أيها الأحباء الأعزاء، ولكن لابد لنا أن نتذكر بأن العلم بلا عمل فلا فائدة لها، لأن في الرواية قال الرسول: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. نعم. إذا حي بنا نعمل بما علمنا ونبدأ من أنفسنا، وحي بنا نحترم إلى إلى أستاذنا كله، لأن هذا سبب النجاح في الدنيا والآخرة. إذا وجدتم خطأ من كلامي فكل ذلك مني، وإذا وجدتم صوابا فمن الله تعالى، هذا مني ولك ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.